المديرية العامة للسجون تعلن عن تطبيق العقوبات البديلة، موضوع يستحق كثيرا من النقاش. ما هي العقوبات البديلة التي ستطبق وكيف ستطبق، وما ميزات تطبيق هذه العقوبات البديلة على السجناء أنفسهم أو على ثقافة العقوبة إجمالا؟ سنتحدث في تفاصيل هذا الموضوع مع المحامي أحمد العامري، ولكن ليس قبل أن نتابع تقرير زميلنا محمد المزيدي. أبان مدير عام السجون اللواء محمد الأسمري جاهزية المديرية لتطبيق العقوبات البديلة متى ما تم اعتمادها، مشيرا إلى أنه يجري حاليا إعداد البنية التحتية بما فيها السوار الإلكتروني، وذلك للتهيئ والاستعداد للعمل بتلك العقوبات حسب الدور الذي يتعلق بالمديرية العامة للسجون في وقته. السوار الإلكتروني يستخدم في عدد من الدول الأوروبية وأمريكا، ويكون كعقوبة بديلة لبعض المتهمين عوضا عن السجن. وتعمل تقنية السوار الإلكتروني على تتبع حركة المتهم بعد أن يتم وضع السوار حول كاحله، وذلك عبر نظام الملاحة GPS. كما يمكن للسلطات تحديد منطقة يحظر على المتهم الذهاب إليها أو تحديد إقامته بمنطقة محددة، ويقوم السوار بتنبيه السلطات بأي محاولات للمتهم لتجاوز المنطقة المحددة له أو الذهاب لأي منطقة محظورة محددة مسبقاً، وذلك يساعد على تقليل نفقات الإجراءات العقابية وتقليل كثافة العمل داخل السجن وتمكن المحكوم عليه من التكيف مع عقوبته بشكل أفضل. كما أن نظام المراقبة الإلكترونية يحقق قدراً كبيراً من حماية حق الفرد في تقبل المجتمع له، وهذا يأتي سعياً مع تطلعات المديرية العامة للسجون لاستعداداتها بشكل أكبر وحرصها المستمر بالاهتمام وتأهيل السجين ليعود إلى أسرته ومجتمعه ووطنه وهو عضو صالح نافع. محمد المزيدي، يا هلا. ينضم إلي المحامي والمستشار القانوني الأستاذ أحمد العامري للحديث عن هذا الموضوع. أستاذ أحمد، حياك الله معنا في أهلا، وشكرا لتجاوبك مع دعوة البرنامج. الله حيك أخوي مفرح، وحي أخواني المشاهدين والمشاهدات خلف الشاشات. جميل. أول شيء يعني عشان نبسط الصورة للمشاهدين والمشاهدات، ماذا نقصد بالعقوبات البديلة؟ المقصود بالعقوبات البديلة هي مستخدمة من بدل أو عوض عن العقوبة المنصوص عليها، وهي سلطة تقديرية للحاكم أو بالأصح القاضي. هذه هي المعنى الأوضح للعقوبة البديلة. نعم أحمد، أنت واحد من الناس اللي قانونيا كان يطالبوا بفرض هذا الموضوع يعني من فترات طويلة، ليش؟ إيش اللي راح يتغير إذا فرضت العقوبات البديلة؟ وإيش أهم إيجابياتها في هذه المرحلة؟ صحيح أخوي مفرح، أهم إيجابيات العقوبة البديلة تكدس السجناء أو تكدس السجون في الوضع الراهن أو في السنوات الماضية بسبب عدم توفر العقوبة البديلة. العقوبة البديلة راح توفر إيجابيات جدا كبيرة، بحيث أنه المتهم من الممكن أن يقضي عقوبته في بيته، من الممكن أن يقضي عقوبته عن طريق ساعات تدريبية مكثفة لزيادة الوعي لديه، من الممكن حتى أن تكون غرامة مالية، بحيث أنه يقضي عقوبته خارج أسوار السجن. لأنه في السنوات الماضية أصبحت السجون عبارة عن معاهد لتخريج المجرمين مع الأسف الشديد. لا، هذه عبارة كبيرة وتحتاج إلى كثير من التفصيل. كيف معاهد لتخريج المجرمين؟ وش تقصد؟ دعني أشرح لك أخوي مفرح، دعني أشرح لك عن التفصيل لهذه الكلمة. مثلا كمثال، لو أخذنا بعين الاعتبار شخص صارت عليه قضية جدا بسيطة أو جنحة تعتبر، أصدر القاضي ضده بالحكم مثلا بسجن مثلا لثلاثة أشهر، ليس لديه أي سوابق قضائية سابقة، لم يدخل قسم شرطة، لم يدخل سجن من قبل، فعندما دخل السجن اختلط ببعض بأرباب السوابق، تعلم منهم بعض
الحيل، تعلم منهم بعض الأساليب، فخرج شخصا آخر غالب من أواجه بعد خروجهم من السجن، يعني غالبا من الآباء والأمهات يخبروني بأنه ولدهم أو بنتهم تغيرت بالكامل أو تغير بالكامل، تغير أسلوبه معاهم، تغيرت طريقة حياته. طيب أستاذ أحمد إذا تسمح لي، يعني هل هذا الموضوع وصل يعني في العدد إلى حد أنه يكون ظاهرة وأنك تسميه أنها معاهد لتخريج المجرمين، خاصة أنه في الفترة الأخيرة احنا جالسين نشوف نشاطات مختلفة جالسة تمارسها السجون والإصلاحيات اللي موجودة، يعني نشاطات لها علاقة ببعد ثقافي وفكري واجتماعي وغيره، يعني هل لدينا عدد كبير يحتمل يعني هذا التعبير اللي أنت جالس تقوله الآن؟ لا، عدد كبير كان في السابق، الآن في السنتين الماضية بالعكس عمل السجون والإصلاحات يعني صراحة عليهم ضغط جدا جدا كبير، وأنا جدا أشكرهم من هذا المنبر يعني صراحة على تجاوبهم وعلى تعاونهم في سبل أو الطرق أو الحلول لمساعدة هذا السجين في أن يخرج من السجن بطريقة وكيف يتعايش مع المجتمع. طيب أحمد، الحين مع تطبيق هذه العقوبات، هل هنالك أي تعارض مع الجانب الشرعي لتطبيق العقوبات أساسا المقررة في كثير من الأحكام القضائية، ولا الموضوع ما له علاقة؟ ليس له علاقة، العقوبة عموما أساسها أو سياستها المصدر لها هو الحاكم، والحاكم يرى من وجهة نظره العقوبة التي تتوافق مع المجتمع بتغير الزمان والمكان. العقوبة البديلة الآن بحكم تغير الزمان نحتاج للعقوبة البديلة، وطالما أنه أقر فيها الحاكم الشرعي فهو يرى من وجهة نظري أنها أصلح لتقويم المجتمع وتوعيته. جميل، طيب في نقطتين خلينا نوضحها بشكل أوسع. النقطة الأولى أنه وش نوعية العقوبات البديلة هذه اللي ممكن تفرض، والنقطة الثانية وش هي القضايا اللي تحتمل إيقاع عقوبات بديلة غير السجن؟ طيب العقوبات البديلة هي العقوبات التي تقع في الجرائم التعزيرية الغير منظمة، وتكون عقوبتها سلطة بيد القاضي. هذه العقوبات التعزيرية، العقوبات التعزيرية الغير منظمة أمثلتها عدة، مثل النصب والاحتيال مثلا، يعني بعض الجرائم. وأنا من وجهة نظري أضم أيضا نظام مكافحة المخدرات لبعض قضايا المخدرات للعقوبات البديلة. طيب وش العقوبات البديلة الأنسب؟ يعني دورات تدريبية، تنظيف أماكن عامة، يعني ابتكارات معينة مثل اللي جالسين نشوفه، وش الأنسب يعني من وجهة نظرك كرجل قانون؟ والله والله من وجهة نظري هو الشكل الأنسب هو التفاهم بين وزارة العدل والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والنيابة العامة فيما يخص الدورات التدريبية، عرض دورات تدريبية مكثفة بالساعات يعني لا تقل عن 30 ساعة على كل جاني أو متهم، بحيث تقويم الدورات تكون عبارة عن دورات متنوعة تماما في العلوم في المعرفة، بحيث أنه تغير من شخصية المتهم. أيضا الغرامة المالية، الغرامة المالية وجدنا حلول كثير جدا بسبب فرض الغرامات المالية. طيب إذا جاك أحد أستاذ أحمد مثلا من ضمن التعليقات وقال لك أنه والله الإغراق في فرض العقوبات البديلة قد يكون ممهد لارتكاب الجريمة بشكل أكبر، وأنه الناس يصير تتساهل في موضوع لأن عقوبته سيقضيها مثلا في دورة تدريبية مثلا، كيف ترد على مثل هذا التعليق؟ بالعكس، هو لو دخل لمسألة العقوبة البديلة يصير هو بالخيار، إما أنه
يحضر دورات تدريبية مكثفة أو يدفع غرامة مالية وتنتهي العقوبة بالكامل. فإن كان هو حس بأنه أغرق نفسه فهذا العيب فيه ليس في النظام. لا أحمد إذا تسمح لي، أنا اللي أقصده أنه إذا قال لك أحد أنه مثلا العقوبات البديلة بتعطي تساهل في ارتكاب الجريمة نفسها، مثلا اللي يمارس تفحيط ولا نصب واحتيال ولا أي شيء من اللي يفرض عقوبات بديلة يقول أوكي أنا بمارس الخطأ والعقوبة كلها حتكون سهلة، يعني لا فيها سجن ولا شيء. هذا الرأي مطروح، أنت وش ترد على أصحاب هذا الطرح؟ بالعكس بالعكس بالعكس، احنا شفنا فرض الغرامة المالية كيف أنتج من للمجتمع من ناحية، كمثال لو خذينا بعين الاعتبار ربط حزام الأمان، يعني كانت عقوبة كان الجميع يتساهل فيها ويقول أنا أدفع 150 ريال لعدم ربط حزام الأمان، ولكن بعد تراكم العقوبة أصبح عنده هاجس بأنه لا تتراكم العقوبة أكثر من اللازم، فعليه بالسداد والالتزام بالنظام. صحيح، قطع الإشارة نفس الحكاية. أخرى أنه لو تساهل العقوبة، نعم، ولو تساهل العقوبة إيه؟ هنا يأتي المنحنى الآخر وهو اللي هو دور وزارة العدل وإلزام القاضي بفرض عقوبة مغلظة عليه من ناحية السجن والغرامة بحيث لا يكررها مرة أخرى. طيب هل مين اللي يختار العقوبة المناسبة للشخص، وهل يحق مثلا لمن تفرض عليه العقوبة أنه يرفضها أو يحاول اختيار عقوبة بديلة ولا لا؟ طبعا من يصدر هذه العقوبة هو القاضي بسلطته وبتوجيهه وباجتهاده، وهنا يقع على عاتق القاضي معرفة لوازم أو بالأصح ما يحتاجه المجتمع كمثلا كمساعدة دور الرعاية، مساعدة اللجان الخيرية، جمعيات البر، منها القبيل. لو رفض مثلا المتهم العقوبة البديلة فتفرض عليه غرامة مالية مغلظة، يعني تكون غرامة مالية جدا كبيرة بحيث أنه يلزم بأنه يتجه للعقوبة البديلة. جميل. طيب أستاذ أحمد، هل ترى أنه ستكون هنالك لائحة محددة لهذه العقوبات البديلة بأسمائها، ولا رح يكون الأمر بكامله لتقدير القاضي، بمعنى أنه كل قاضي ممكن يكون في باله مجموعة من العقوبات البديلة اللي يرى أنها أنسب للبيئة والمجتمع اللي معاقب فيها الشخص، ولا رح يكون في شيء منصوص عليه أن العقوبات البديلة كذا وكذا وكذا؟ غالبا ما تكون العقوبات البديلة من المتوقع أن تكون منصوص عليها. يعني منصوص عليها بمعنى أنها راح تكون ثابتة في كل مدينة، مثلا في الرياض، في جدة، في الشرقية وفي غيرها، أنه أنا عندي اللي مرتكب الجريمة الفلانية أو الخطأ الفلاني عفوا راح مثلا يمارس العقوبة البديلة الفلانية من غير ما يكون في إضافات يعني يفرضها القاضي وفقا لتقديره. من المتوقع أنها لن تكون كل العقوبات منصوص عليها، ولكن بعض أو جزء كبير من العقوبات راح يكون منصوص عليها، لأنه لو جينا يعني بمثال سريع، لو ألزم القاضي المتهم بأن يأخذ دورة 30 ساعة مثلا في أحد المحافظات، المحافظة هذه لا يوجد بها مثلا كلية تقنية تعمل بالدوام المسائي، فهنا يكون في اللي هو العقوبة الأخرى، إما الغرامة المالية أو اجتهاد من القاضي. طيب بناء على يعني ثقافة مجتمعنا، لأنه إلى اللحظة مثلا ما تعود على فكرة العقوبات البديلة، إلى أي مدى يعني تتوقع نجاح مثل هذه التجربة في حال إقرارها والبدء فعليا في تنفيذها؟ والله يا أستاذ مفرح، يعني أنا كقانوني أنا أتوقع نجاحها بنسبة 100%. كمواطن أكيد راح يأتيني هاجس أنه يعني
احنا كمجتمع لا نتقبل الجديد علينا، ولكن مع الوقت يصير عادة. انتم في المحاماة ما تشوف انكم بتخسرون كثير من القضايا اذا طبقت هذه الفكرة؟ بالعكس بتكون افضل واريح يا استاذ مفرح. اي لان ما عاد بتترافعون كثير، خلاص يعني بتجي عقوبة بديلة وانتهينا، لا يحتاج الموضوع استئناف ولا محاولة لتخفيف العقوبة ولا غيره. طبعا وبتكون يعني أمانة راح تكون يعني حتى أريح في الإجراءات التي تأتي بعدها. طيب أخيرا أستاذ أحمد قبل ما نختم هذا اللقاء، بالنسبة للنساء أو المسجونات، وش أشكال العقوبات البديلة اللي ممكن تفرض عليهن؟ أفضل عقوبة هي السوار الإلكتروني. إيه بس السوار مو عقوبة بحد ذاته، يعني السوار يكون مع صاحب العقوبة بس للتتبع ولا لا؟ نعم للتتبع، ولكن طبعا الشيء الآخر الدورات التدريبية المكثفة برضو للسجينات، علما بانه السجينات هم اكثر من ياخذ دورات تدريبيه من السجناء. طبعا جميل جدا احمد العامري، شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في اهلا. كان هذا حديث الاستاذ احمد العامري وهو محامي ورجل قانون على فكره تطبيق العقوبات البديله، ونحن في انتظار تطبيق هذه العقوبات البديله، وبعدها اظن ان المجتمع باكمله سيقيس مدى ايجابيتها من سلبيتها، وان كنت اعتقد انها ستنقلنا الى مرحله مثقفه جدا على مستوى استخدام القانون. بعد الفاصل مكملين معكم في اهلا.